أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل الأفضل في شهر رمضان قراءة القرآن أم القراءة والحفظ وتعهد ما تم حفظه من القرآن قبل شهر رمضان؟ أثابكم الله. كونه يمر على القرآن كله ويقرأ القرآن كله أفضل من أنه يحفظ بعض آيات يرددها ولا يكثر من التلاوة. الحفظ يجعل له وقتا آخر، ويجعل رمضان لدراسة القرآن من أوله إلى آخره، هذا أفضل. نعم.